صراحة كانت شيء خيال. أنا طبعاً كان عندي ايفون 50 من أول 2008، ما يقارن ولا واحد على ألف من هذا. طبعاً هذا كان بالنسبة لي شيء خيال، 2008 كان شيء خيال، هذا شيء فوق الخيال صراحة. اللي أنا استخدمته الآن تحكم فيه شيء عجيب صراحة، سهل أبد، ما تحس إنك راكب بيك أب تراك أبداً، ما تحس إنه V6 أبداً، كل حاجة unbelievable.